النبي تعبت عليا. انت ايه حكايتك بقى؟ مالكيش دعوه. طيب مش عايز مساعده؟ اتفضلي امشي من هنا. هصلح غلطتي. يا ستي بعدي عني قلت لك. يعني هتفضل قاعد كده مش هتروح؟ مالكيش دعوه بيا. هتاخد تاكسي اسلفك فلوس؟ انا ممكن اسلفك. انت سلفين انت؟ انت؟ تعرف انت بتتكلمي مين؟ انا مدير اكبر مؤسسه في البلد. انا عزيز بيه عز الدين. ايه؟ يا قمر ما كنت كويس من شويه، انت مجنون اصلا. انا عارفاك. عارفك تحل علي. مش كفايه بقى تحتفت مني ها؟ خلاص خلاص عزل غلطتي. صلحي غلطتك ازاي بقى؟ هروح معاك يا اخويا للسنيوره واقول لها على الملعوبة، بس هاخد منك 100 جنيه، استبينا؟ استبينا، بس لازم اروح الاول. معاك، هتوقف تاكسي ولا اوقف انا؟ تاكسي تاكسي بطلي اللي بقى بيها عصبتيني. انا هثبت لك دلوقتي. افتح بني ادم افتح. تمين انا عزيز بيه، انت استطلت ولا ايه؟ امشي يا اخينا من هنا بلاش الاقيح جيتك. الله جرالك ايه يا عبد الله؟ يا راجل يا مجنون انت، افتح يا عبد الله. انت عايش بتاخد غيرها يا حبيبي. عبد الله عيب. انت ونبي نصاب دمك زي الشربة. عبد الله عبد الله عيب كده يا عبد الله. افتح عبد الله. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه انت اتجننت يا جدع انت؟ ما تاخذنيش يا عزيز بيه. اتفضلي حضرتك اتفضلي. انت بانك متقل التعميره شويتين، انت خلاص ما بقتش تنفع. تعالى هنا يا استاذ عزيز. رايح فين؟ اوعى من وشي يا جدع انت داخل اوضتي. ايوه يلا اخويا على الاوضه على طول. دي ما بقتش اوضتك. بتقول ايه يا راجل انت بتخرف تقول ايه؟ طب يلا على اوضه المسافرين. يا مدمزيل من فضلك افهم منه بس. بتقول ايه يا جدع انت؟ خدوا كل حاجه عزيز بيه حتى هدومك. اوعى بقى من وشي ما تخرفش. اسمع بس عزيز بيه ما تجيبليش الكلام. الله. طب والخزنه؟ فلوسي ومستنداتي. شالوا كل حاجه، خدوا كل حاجه اللي في الخزنه. عوضك على الله يا عزيز بيه. ما تزعلش. تعالى تعالى لما رواقك. تعالى رواقك يبقى انتوا عايزين. استنى يا اخويا. انت جايبني فين؟ انت عايز مين؟ صابر الدكش. طب اهرش بقى. نعم اب سوقي عاوز واحدة مستوردة تاني. لا البراط العلبة كلها. سوقي ومستغل. المهم هو فين؟ الأوضة التانية على اليمين. السلام عليكم. طب بس بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ صابر فين؟ صابر؟ صابر مين؟ صابر الدكش. مش انت مامته؟ عاوزين منه ايه تاني؟ ابعدوا عننا، حرام عليكم، ده احنا غلابة. هو مش عندكم؟ عندنا؟ عندنا فين يا مدام؟ احنا عايزينه في شغل. شغل؟ طب اتفضل يا بيه. ما عنديش وقت. هو فين؟ كبسوا عليه اللي ما يتسموا وقبضوا عليه وفاتني مام زي الدبان ما يعرفوش الا على الغلبان. مقبوض عليه؟ لكن هيخرج. صابر ابني وانا عارفاه بيسلك مع الحكومه. هو في انهي قسم؟ المره دي ما اعرفش. ربنا ما حيرجل قلت ما فيش ويقطروا على ناد في الريش. الريش؟
ما قلتليش عاوزه شغلة ايه يا دلعادي؟ دلعادي؟ نامي انتي. كفايه عزيز بيه، دي حكمته وانت راجل مؤمن، روق كده والنبي واشرب. الكلاب وقفت جنبيهم لغايه لما بقوا مليونيرات، بقى عندهم اكبر مؤسسه في البلد، والاخر ياخد مني الشقه كمان. بتجيب الصنف اللي بيبدا منين يا عطال؟ لا حول الله يا رب، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. معلش اديها يا عبد الله اديها. انا يا عزيز عز الدين يا سوسو، امضتي دي تسوى ملايين، اشاره من صباعي لاقتصادي انتعش، نظره من عناية احكم واتحكم. انت اصلك ما تعرفينيش يا سوسو، انا الملك. هات يا عبد الله. الدنيا اديتك بومبا عزيز بيه، معلش ولا يهمك، كلنا في الهوا سوا يا حبيبي، وكلنا في الباي باي. زيح زيح العيا مر زيح. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح فين؟ يا اخويا انت ايه مقطوع مالكش حد؟ اهلي ماتوا، سابوني لوحدي، علمت نفسي، انا اللي عملت نفسي. عصام، انا عصام يا سوسو، طبعا فهماني. افهمك يا اخويا، امال ايه يا ما بيورد علينا؟ قوم معايا قوم معايا، رزقي ورزقك على الله. قوم. لا قوم، اروح فين؟ ده بيتي، دي شقتي، انا هعتصم هنا، ما استحق ان يعيش اللي يسيب بيته. اعمل معروف يا عزيز بيه، ما تودناش في داهيه. انت عايز ان يتخرب بيتي؟ بيتك انت؟ ده بيتي انا. عم اسمع الكلام وقوم معايا. انا صحيح يعني ولا مؤاخذه، انما جدعه وعندي انسانيه. ايوه ايوه يا سوسو، انت عصاميه زيي. امال ايه يا اخويا، انا عصاميه. يلا بينا يا سوسو. يلا يا حبيبي، يلا. بس انا هرجع تاني، يا بيتي. مش كده يا سوسو؟ كده يا عزيز. امال ايه؟ عزيز بيه من فضلك يا اخويا. يلا روح. انا عزيز بيه من فضلك. يا عبد الله انا هخرج اسهر مع المدازيل شويه الليله، وبكره هنتغدى شركسيه. حلو الشركسيه؟ حلو الشركسيه، عمري جميل شركسيه. بونسوار عبد الله.